مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما اتكلمنا ونوهنا في بداية الحلقة هنتكلم فيها عن ملف طبي وتحديدا السمنة اللي احنا كلنا عارفين ان هي من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارا، وبالرغم من الناس كلها مش عايزة تبقى تخينة بس في ناس كتيرة اوفر ويت أو يعني زي ما مش هنقول تخينة بس عندها زيادة في الوزن بشكل كمان ممكن يكون ملحوظ، وبالتالي مش بس الشكل بيكون وحش لا كمان الصحة بيتم التأثير عليها بشكل سلبي، والموضوع مش صغير الموضوع كبير جدا. قلنا لحضراتكم قبل كده ونوهنا ان في ناس بتموت من السمنة المفرطة، موضوع مش ملف جمالي فقط لا هو ملف في غاية الأهمية. هنتكلم في كل ده بس خلينا نرحب ب يعني هقول صديقتي كمان العزيزة جدا اللي نورتنا دكتور دينا أبو السعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. بونجور بونجور وألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وبجد يا حبيبتي، وحشة كبيرة والله. أنت وحشاني قوي قوي يا نهاوند بجد حبيبة قلبي. نورتي فقرتنا الطبية المعتادة، والنهاردة كالعادة بنتكلم في ملف مهم وهو فكرة هنا إنقاص الوزن بشكل سليم وبشكل كمان فعال وعدم الرجوع بقى للزياده اللي الناس كلها بتخس وتقعد بقى تلاقي شهر اتنين رجع تاني لنفس الوزن ده لو ما كانش كمان زاد. خلينا نبدا من هنا. بتتكلمي كمان على الناس اللي بتعمل سيفير دايت وبتحرم نفسها من الاكل بطريقه مش صح خالص. في ناس بتعيط والله، انا اعرف ناس يعمل دايت من كتر الجوع بيعيطوا بس بيعملوا ايه؟ لا دي كارثه، لانك انت كده بتفقدي كميه حديد وكميه فيتامينات وكميه بروتينات وكميه معادن وكربوهيدرات. انا محتاجه الكربوهيدرات بنسبه بسيطه، فانت لما بتفقدي الكلام ده كله اولا هجيلك اكتئاب، ثانيا احنا مش ناقصين يعني الواحد يعني كفايه الواحد فيه ومشاكله مش هتبقى مشاكل الاكل كمان. هيجيلك ديبرشن، مش هيبقى عندك اي تصحي من النوم تفضلي قاعده في السرير يعني يا دوبك تقومي انا عايزه انام، صح تفضلي صح اليوم كله على السرير. عندك اكتئاب، شعرك على المخده، شعرك في على البشره بهتانه، البشره بهتانه، هالات سودا، معجزه بشرتك، جفاء، كل الحاجات دي. طب انا مش عايزه ده طبعا. ده رجال وسيدات بالمناسبه، لان في رجال كتير عندهم الهالات السوداء تحت عينيه مبالغ فيها يعني انا بشوفها حتى. طبعا طبعا احنا لازم نخس يعني انا بقول اي حد اوفر ويت لازم يبدا من ساعه ما شافني النهارده. هتكلم على كورس مهم قوي ازاي نقدر، اسمه طبعا كورس بيستا، من اقوى الكورسات ومن اقوى المنتجات ومن انتاج شركه بايو ناتشرالز اللي هتخليني اخس بطريقه صحيه، ما تخلينيش اتعب، ما تخلينيش يجي لي اكتئاب، ما تخلينيش ما يبقاش عندي طاقه، وفي نفس الوقت هيبقى شكلي فيري فريش وطاقتي عاليه وبخس. ليه بتكلم على هذا الكورس بالتحديد؟ اشمعنى كورس بيستا؟ لان انا لما اجي استخدم منتجات للتخسيس لازم تبقى منتجات موثوق فيها، صح، متصدق بيها من وزاره الصحه المصريه او من هيئه سلامه الغذاء. مهمه قوي ان انا لما اجي ابدا الدايت اولا انا اكل كل حاجه بس بطريقه قليله، يعني ما اكلش كتير جدا. يعني احلى حاجه في الدايت ان انا اكل بروتينات واكل فيتامينز، حاجات فيها فيتامينز، اكل رز ومكرونه بسيط جدا عشان الكربوهيدرات مهمه جدا للطاقه، واستخدم لو انا شراهتي عاليه في الاكل ومش عارفه اكبح الشهيه استخدم منتج عباره عن الياف. ايه المنتج؟ ومن اهم واقوى المكملات الغذائيه المرخصه من وزاره الصحه المصريه هو منتج اسمه بيستا. بيستا الحقيقه كل العملاء، الساده العملاء اللي جربوا هذا الكورس قد ايه مبسوطين من النتيجه، قد ايه رجعت لهم ثقتهم بنفسهم. خلي بالك احنا تاثير نفسي جميل، صح طبعا. احنا كستات لو خسينا كيلو واحد بنبقى مبسوطين، ما بالك اللي بيستخدم الكورس وبيخس بال10 كيلو واللي بيخس بال15 كيلو بيبقى بني صح ادم تاني. صح. لو هتكلم على الكورس، لو الشاشه بتاعتي كمان معلش نجيبه على الشاشه الكبيره يا جماعه لو سمحت. بالظبط. لو هتكلم على ايوه هو ده كورس بيستا. لو هتكلم عباره عن ايه الكورس، طبعا برجع اقول ان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري، يعني انا ما عنديش اي منفذ بيع غير فقط شركه بايو ناتشرالز اللي ارقامها ظاهره على الشاشه. لو هتكلم على بيستا ازاي بيستا بيخسس، مكتوب السيليوم والاوت باودر اللي هو الشوفان والويت بران اللي هو رده القمح.
الحاجات دي الياف. لو انا اخدت كيس واحد من بيستا قبل الاكل على كوبايه ميه كبيره، وبرجع اقول مهم جدا جدا الميه مع الكورس، لان الـ 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 الالياف اللي داخل بيستا بتمتص الميه وبتعمل حاجه زي سفنجه جوه المعده، او بتاخد حيز كبير جوه المعده، فبلاقي نفسي الحجم اللي هيستقبل الاكل بقى اقل من الاول. الالياف بتشبعني، بتظبط عملية الهضم عندي، بتظبط الجهاز الهضمي، وحتى الناس اللي عندها امساك بتظبط عملية الاخراج كويس جدا. طبعا هو ده بيستا بلس فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي داخل بيستا. فيتامين سي رائع رائع في حرق الدهون المخزنة، بلس ان الكروميوم اللي داخل بيستا بيظبط لي بقى مستوى السكر في الدم، وبيظبط لي مستوى الكوليسترول في الدم. وعايزه طبعا اقول للناس كلها ان طعمه حلو، يعني مش هتحسوا كنتوا بتاخدوا دواء ولا حاجه مره، بالعكس ده طعمه عصير تفاح. اه صحيح، انا جربته قبل كده. ايوه شفتك على الهواء مره. طعمه عصير تفاح بيتحط على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص، ولازم يدوبوه بشكل سليم، لازم يدوب كويس قوي. وبشربه وبعديها بنص ساعه ببتدي اكل. وبتكلم بقى كمان على احنا في الشتاء كميه ناس بتاكل بالليل، يعني بيجي بقى الساعه 7 8، وبالذات الناس اللي بتنام بقى متاخر الساعه 3، وده مش صحي خالص. مهم قوي انام بالليل، لان بالليل هو الديتوكسيفيكيشن بتاع الجسم. فالناس اللي بتحب تاكل بالليل مع التلفزيون قبل ما، يعني قبل ما تحس بجوع، خدوا على طول كيس من بيستا. انا عندي حاله تانية بقى، في اكيد في ناس زي انا بنام بدري. انا لازم انام بدري حتى في الويكند، يعني البدري لما اتاخر بتاعي بيبقى 12 واحدة، بس جسمي اخذ ان انا انام بدري، فانا بنام بدري جدا، وباجي اصحى الفجر على الساعه 3 4 بقى ببقى جعانه جدا، لان انا امبارح اكلت مثلا اخر حاجه كانت الساعه 7 8 ونمت، فباجي على 4 5 ببقى جعانه، وبفروض ان انا هصحى كمان ساعتين، فبحاول انايم نفسي. في اوقات بقى بروح اكل وبعدين ارجع انام على طول. ايوه ساندوتش. فالناس دي اللي هي زي حالاتي اللي بتنام بدري تصحى الفجر، او بتصحى الفجر بطبيعه الحال عشان ظروف شغلها، طب نعمل ايه؟ بصي، هو الحلو كمان في بيستا انك انت لما بتاخدي الساشت بتقعدي بالثمان ساعات انت مش حاسه انك جعانه، فممكن تاخدي بيستا قبل ما تنامي. لان الالياف اللي فيه بالذات رده القمح بتقعد فتره في الهضم، يعني ممكن اخده كوجبه وانام، مش لازم ان انا اكل حاجه بعديها. لا لا، ما مش لازم تاكلي حاجه بعديها خالص. أوكي. وممكن بالظبط. مهمه قوي لو حد سالني اخد كيس ولا اتنين ولا ثلاثه، احسن حاجه ان احنا نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان اوريدي في فريق طبي ودكاتره هم اللي بيتابعوا الحاله، وهم المتخصصين في ان هم يدوا الكورس الصح للبني ادم، لان كل واحد كورس مختلف. لكن انا عندي داخل الكورس مش بس بيستا، طب حد يقول لك طب بيستا بيقلل لي الاكل، طب اعوض الفيتامينات والمعادن ازاي؟ بالزبط. طبعا عندنا داخل الكورس كمان اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت، المالتي فيتامين اللي فيه 12 عنصر من الفيتامينات والمعادن. طبعا من اهم الفيتامينات والمعادن اللي داخل الب مالتي فيت عندي فيتامين سي، مهم للمناعه، مهم لاعاده امتصاص الحديد، مهم لاعاده بناء الكولاجين، مهم لحرق الدهون المخزنه. عندي الزنك مهم للمناعه، ومهم للشعر والضوافر والبشره وكل الخلايا اللي بتتجدد. عندي الكالسيوم، ما ننساش الكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم مهم جدا، وللاسف مش كلنا في يعني في اليوم يوميا بنقدر من الاكل نستخلص الكالسيوم اللي الجسم محتاجه. الكالسيوم مهم قوي 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 لعظمنا، ومهم لاسناننا، ومهم للصحه النفسيه كمان. الكالسيوم مهم للصحه النفسيه جدا. عندي كمان، وطبعا مهم لانقباض عضله القلب الكالسيوم. عندي كمان داخل اي ال بي مالتي فيت عندي فيتامين بي بكل انواعه بقى، العيله كلها موجوده، من الكوبالامين، من الفوليك اسيد، من الرايبوفلافين، كل العيله موجوده. فيتامين بي مهم لصحه اعصابي، هتلاقي مثلا لو انا اعصابي مش قد كده، مسكت اي حاجه الاقيها بتقع على طول. الناس اللي عندها مشكله او حاجه اسمها لا ده شرع الرعاش، ده موضوع، لا لا ده دخلنا بقى في امراض كده، الموضوع كبر قوي. فعندي فيتامين بي مهم ده لكده جدا. ومهم لدعم التمثيل الغذائي، خلي بالك فيتامين بي هو اللي بيحول الاكل لطاقه،
اوكي. ففيتامين بي مهم كمان ده بي كومبلكس بقى اللي هي العيله بتاعت فيتامين بي كلها. العيله كلها كويس. فكل الفيتامينات دي موجوده داخل الب مالتي فيت. الب مالتي فيت بتاخد قرص واحد بس بعد الفطار بساعه او يبقى بعد انا باخد بيستا قبل الفطار بنص ساعه، بعد كده بفطر، بعد كده باخد الفيتامين بعدها بعد الفطار. قرص واحد بس في اليوم لجميع الاعمار يعني، كويس مش جدا. مش كذا قرص، هو واحد يعني، مش بكتر الفيتامينات. بتلاقي الناس مثلا تقول لك الله دي بيسموها كتير مقويات فباخد بالقرصين والثلاثه والاربعه، لا ده يجيب تسمم كده بالظبط. لكن الب مالتي فيت هو قرص واحد بس. عايزه اطمن الناس يقول لي ايه، طيب هل الب مالتي فيت اخده فتره طويله ما وقفوش؟ الب مالتي فيت الفيتامينات اللي جواه قابله للذوبان في الماء، فمالهاش سميه اصلا في الخلايا. فما عنديش مشكله ان انا امشي عليه لايف تايم. الناس اللي حرقها قليل بيطلع مع الكورس كمان القهوه الخضراء دي بتعلي جدا نسبه الحرق، وبيطلع فيتامين د هديه من الشركه، وفيتامين د مهم جدا، واعتقد 90% مننا عندنا نقص في فيتامين د للاسف، اللي هو جاي من الشمس، اللي جاي من الشمس، ومصادره في الاكل مش كتير. ممكن السلمون البيض، لكن مصادره في الاكل مش كتير. طبعا هو ده الكورس ومن انتاج شركه باي ناتشرالز. اهم حاجه بس ياخدوه يعني، اتكلم لو انت عايز الكورس ده تاخد الكورس ده من الارقام اللي على الشاشه من الشركه، لان هي الوكيل الوحيد. ما حدش يجي يقول لك انا ببيعه هنا ببيعه هنا في اسواق غريبه كده بتبقى اللي هي تحت السلم، الحاجات دي بتبقى كلها مضروبه. يا ريت حضرتك لو عايز تتصل بالارقام اللي هي موجوده، او تروح الصيدليات اللي هي موجود فيها طبعا. وعندنا صفحه يا نهاوند على الفيسبوك اسمها بايوستا، اللي عنده اي استفسار كمان يقدر ان هو يبقى بالظبط. طيب احنا دايما بنحب لما نتكلم عن حاجه نتكلم صوت وصوره، زي ما بتقول احنا قلنا المعلومه لحضراتكم، لكن مهم كمان نسمع ناس جربت وبنفسها هي بتقول ازاي كان ده مفيد او لا. خلينا نتابع حاله ايه ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما يعني، الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني، ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. هنرجع نقول تاني موضوع الزيادة في الوزن ليس فقط جمالي، طبعا الواحد حلو ان هو يحس ان هو احلى، يحس ان هو مقبول كمان مجتمعيا. ناس بيبقى عندها مشاكل رجال وسيدات في فكرة ان هم يتجوزوا، ان هم يلاقوا الشغل، كل ده بيؤثر بشكل سلبي او بتؤثر السمنة بشكل سلبي عليه، غير الراحة النفسية وغيره. لكن الأهم من كل ده هنرجع نقول تاني قصة الصحة في العموم. انت ممكن تصاب بأمراض نتاج ان انت عندك زيادة في الوزن، وكمان لو زيادة الوزن او اللي هو بيسموه السمنة المفرطة ده ليها تبعات اعتقد ان احنا في غنى عنها. كل القصة ان انت تتحكم شوية في نفسك وتتحكم بشكل سليم، وده اللي بيعمله بيستا. هو طبعا مش بيخليك تحرم نفسك من حاجة، لا انت لما بتاخد الكوب بتاع بيستا او الساشت ده انت بطنك اساسا هي بتتملي، فده بيخليك البورشنز يعني، ممكن اكل مكرونة عادي بس هتلاقي نفسك بتاكل كمية اصغر، هي دي او صح. ده التريك يعني، او دي التريك بتاعته صح. نشوف اسئله الناس، لناس كتيره جدا برضو بعتها على قد ما نقدر يعني. مرنا بتقول ابنها عنده 14 سنه كان نحيف جدا، وبدات اديله فتح للشهيه، دي مشكله كبيره على فكره. الناس تاخد فتح شاي وبيكملوا بقى وبتفتح بقى لحد ما تخن جدا، معدته وسعت اوريدي ووقفت له بقى فتح الشهيه لما معدته كبرت، وبرده مش بيخس حتى هذه اللحظه يعني، وهي ماشي على دايت لكن مش بيقدر ان هو يخس. بحب اطمنها ان كورس بيستا مناسب لابنها جدا، لان هو بيستخدم من سن 13 سنه
سنه. هتدي له بيستا قبل الاكل، وهتدي له ألب مالتي فيت بعد الاكل، والقهوه الخضراء هتبقى مهمه معاه لعدد زياده معدل الحراره. بس هو شاب، فاوريدي هو طفل، يعني 14 طفل يعني سنه، اوريدي معدل الحرق عنده كويس، لكن الكورس هيبقى كويس جدا، وهتلاقيه بيخس من اول اسبوع. ازاي تقدر تحصل على الكورس؟ من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. اوريدي عندنا فريق طبي هيتابع الحاله بتاعت ابنها كل اسبوع. هو مهم بس لحضراتكم بعد كده هتبعتوا ابعتوا لنا الوزن كام عشان نقدر كمان نتكلم في موضوع الكورس قد ايه. احمد الغزولي، انا كنت بعاني من زياده في الوزن، مشيت على نظام صحي، بدات العب رياضه ونزلت في الوزن، بس لما وقفت رياضه بدات الدهون تتجمع عندي في منطقه البطن والساقين. مشكله برده متكرره، مشكله كبيره. اللي بيوقف رياضه بيتخن بسرعه جدا عشان الماسلز بتبقى بتتحول دهون. يا ريت برده يجرب معانا كورس بيستا، هيلاقي نتيجه مبهره وهيلاقي نتيجه كويسه جدا. واعتقد كمان على الشاشه دلوقتي الساده العملاء اللي جربوا بيستا والصور قبل وبعد. وطبعا هنا الولد صغير جدا ان هو يبقى اوفر ويت، بس خلي بالك هو ما كانش يعني الاوفر ويت الرهيب، بس مش هو اوبيس يعني، بس برضه ستيل اوفر بس يعني. بالظبط، لازم نلحق نفسنا حتى لو ب 5 6 كيلو. خلي بالك ال 5 كيلو بيجيبوا 5 بيجيبوا 5 تانيين، وال 5 تانيين بيجيبوا 10 تانيين. صح. وطبعا ودي بنوته صغيره خالص انها تبقى انا بزعل تحديدا يعني. على فئتين كبار السن اللي هم فوق ال 70 يعني فوق ال 70 وبيبقوا زياده جدا في الوزن عندهم وملحوظ، لان انت بتلاقي حركتهم بسيطه يعني تقيله زي ما بيتقال، ركبهم مش عارفه تشيلهم، بيصعبوا عليا جدا. وفي نفس الوقت الاطفال اللي هم بيبقوا اوفر ويت بشكل مبالغ فيه، تلاقي طفل عنده مثلا 9 سنين 8 سنين وحجم يعني حجمه كبير، بتحس ان الولد ده مستقبله خلاص يعني. صح. كده حرام يعني. صح. يا ريت نلحق من بدري فعلا. بصي بقى، نهى علاء فرحها كمان شهرين، عندها 28 سنه، وزنها 118 كيلو. 118 ده صعب جدا على 28 سنه كمان. بتقول انا بحاول اعمل دايت بقالي فتره طويله لكن ما بخسش خالص. لا، هي لازم بقى ما دام فرحها كمان شهرين تبدا من دلوقتي، وبالذات ان هي عملت دايت. واصل هي في مشكله في قصه الدايت، في ناس يقول لك انا بعمل دايت ما بخسش، بقى عايش حياتي على السلطه وما بخسش. طب الصوص اللي بيتحط على السلطه، في ناس بيقول لك انا عايش حياتي على السلطه ومش بخس، وبيحطوا مايونيز وزيت زيتون صحي فيخلصوا علبه زيت الزيتون. طبعا دهون صحيه، لكن الناس بتستخدمه بطريقه يعني بخلص العلبه على ازازه السلطه بيقول لك انا ما بخسش، كله سعرات حراريه يعني. صح. فنقدر كمان لازم العروسه تتكلم وتبدا من النهارده، في خلال شهرين هتلاقي نفسها مش اقل من 15 كيلو بدايه كويس، مش اقل يعني، ممكن تخس 7 8 112. هي محتاجه تبقى، هي ما قالتش، ما انا ما اعرفش هي طول. لا، اصل دي كمان لازم تتقاس يعني، هنقول 170 حتى اللي هو يعني الطول الزياده بتاع البنات. لازم بقى يتقاس البادي ماس اندكس، الوزن على مربع الطول بالمتر. المفروض القياس الطبيعي النتيجه اللي بتطلع من 20 ل 25. لو اكتر من كده من 25 ل 28 29 انا اوفر ويت يعني، مش داخله في سمنه. من 30 ل 35 انا في سمنه، من 35 ل 40 لفوق ال 40 انا في سمنه مفرطه، ودي بقى كارثه يعني. يعني اعتقد ان هي اتس تو ليت ليها اصلا انها تبدا قبل شهرين، بس يعني لا، ناو بيتر زي ما اتقال احسن. لا، لازم تبدا يعني. انا على طول بقول اتس نيفر تو ليت، لو انا فوق وزني 100 كيلو ابدا من دلوقتي. انا بتكلم بس عشان فرحها كان مش مشكلة. تبدا من بدري شويه. لا لا لا، خلاص مش مشكله، ده نصيبها كده. فتقدر تتكلم على طريق الارقام، وهتلاقي حتى لو خست في الشهرين 20 كيلو طبعا حلو جدا. وخلي بالك اول 10 كيلو هيبانوا على طول يعني، بيبانوا على طول على طول يعني. فما تقلقش، وهتلاقي نفسها زي القمر يوم فرحها كمان. بشكرك جدا دكتور دينا كالعاده، وعندنا كان اسئله لسه كتيره بس يعني ما بنلحقش عشان بس ضيق الوقت والمعلومات اللي بتكون كتيره، بس ان شاء الله نوعد حضراتكم خلال الفقرات المختلفه اللي جايه نكون بنغطي كل الاسئله والاستفسارات. هنشوفك تاني قريب اكيد، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا روح قلبي، تسلمي. ثانك يو. نشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده، انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي، ونشوفكم بكره في حلقه جديده. مع السلامه.